لا شوف تفضل صب له كاس الشاي لابو فايز يا حسام. حاضر معلم. ما عندك دفتر تاني؟ بلا. شو بدك تنقي تنقاي يا عمي ابو معروف؟ ما عنا تنقاي. ما في. شو عم تبيع بندورة انت؟ شايف شايف يا دكتور ابو فايز عم يشتغل فينا اليوم. لا عمي ما عم يشتغل بحدا. ها تكرم عينك. وهي دفتر تاني؟ هذا الدفاتر كلها لعندي. وهي سحبنا ورا. قديش حق اخي؟ معروف يا عمي 200 ليرة. وقديش قيمة الجائزة ابو فايز؟ 3 ملايين ليرة. يا بلاش والله. شو رايك تشترك معي دكتور؟ ولا مالنا قد المقام؟ لا ولو فيك البير والخركة. فيك الخير والبركة. مدري شو صاير لي اليوم. انا صاير لي شيء. لا عم بقول لحالي يعني جاهل وعالم اشتركوا بورقتي على نصيب واحدة ما بتركب. وليش لحتى ما تركب بقى؟ بس بخاف اذا اشتركت معك انحسك لانه حظي معروف يا ابو معروف. سيدي انت اشترك معي وبتبارك فيك. ما فيها خسارة. اسمع مني هالورقة ربحانة. ها ما فيها خسارة. كل الشغلة 100 ليرة. يعني احسب حالك بويت الصباط عندي 4 مرات. هيك اولى؟ ما بعرف. انا عم بنصحك هالورقة ربحانة 100%. مو بكرة تجي لعندي وتعمل لي كاني ماني وقت تربح هالورقة. وشو عرفك انت انه ربحانة؟ مثل ما عم بقلك انا شايف الربح بعيني. طب خدها لحالك. ليش عم تشركني معك؟ لاني بتمنى لك الخير مثل ما بتمنى لنفسي. غلط دكتور؟ لا مو غلط. الله يشبر بخاطرك وخاطري. وهي 100 ليرة اخي. يا سلام. وهي 100 مني صاروا 200. تفضل فايز. وهي دفاترك. بارك لنا اخي. ان شاء الله الف مبروك. الله يربحك على هو نياتك انت والدكتور. 100 اهلين بالفوز. اهلين سالين ابو معروف. يلا سلام عليكم. مع السلامة. الله معك. الله يربحكم يا معلمي. قسما بالله اذا ربحت الورقه لطوب لك ربع المحل. دكتور هذا هيثم صلي انا وياه عشت عمر اكثر من 18 سنه. ما هيك هيثم؟ شو 18 معلم؟ يقول 21 سنه. بلا تخاف. الله لا يفرق بيناتكم سيدي. امين. تفضل اخي. تسلموا دكتور. اهلين اهلين دكتور. الله يعطيك العافية. اهلين سهلين. خلي خلي مو محزة دكتور. على راسي. اهلين. تفضل دكتور. وهي نص النمرة خليها معك. اوعك تضوعها. اكيد هي ربحانة. ها ايه ما راح ضوعها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك دكتور. علي لي الراديو يا هيثم. امرك معلم. وساوي لنا براد شاي جديد. على راسي. ونسيت الموضوع من عين اصله. يعني اعتبرت الموضوع مسايرة لأبو معروف. تعلم لي سينك. تسلم لي عينك. فعلا هيك اعتبرت الموضوع. طيب شو صار بعدين؟ يلي صار يا مرحومة البي هو كالتالي. بتتذكر ورقة يا نصيب يلي سحبناها سوا؟ ايه بتذكرها. ما حلي انساها لسا. ليك وين هون؟ ها يا سيدي رقمها 27752. ربحت الجائزة الثانية 2,000,000 ليرة. 2,000,000 ليرة يا دكتور. شو الحكي؟ دكتورين ليرة؟ 2,000,000 دكتور؟ مثل ما عم بقلك وانا قبضت 2,000,000 ليرة بنص الورقة تبعي من مركز الإدارة. ها شو؟ تفضل شو؟ شرف شرف ها شرف. لك ايه والله مزبوط. يحرق يخرب يلعن. لك قلت لك انه الورقة تبعنا ربحانة ما كنت تصدق.
العمى يا ناس العمى، انا وياك ربحنا. والله لا ابحث مركز مفتاح، لا افتح مركز ابحاث باسمي واسمك واكتب هيك ارمه طويله عريضه، مركز العلوم التجريبيه باداره الدكتور مطنش والسكافي ابو معروف. طيب ليش ما بنفتح انا وياك مسلخ جلود ودباغه وبنكتب عليها بالخط العريض باداره ابو معروف السكافي والدكتور المطنش؟ يا سيدي ما بتفرق مندرسها، بس بدي اسالك سؤال يا ابو معروف. تفضل دكتور. انت كنت واثق تمام الوثوق انه الورقه رح تربح، فشلون عرفت؟ سؤال بمطرحه هذا يا سيدي، انا منامي غالبا بتصدق. يعني شفت بمنامك انك رح تربح ورقه يا نصيب؟ ايه نعم، شفت بمنامي واحد عم بيقول لي خذ ورقه يا نصيب من تيه بحاصل ضرب 7 ضرب 7. انا ما كذبت خبر، ضربت 7 ضرب 7 طلع معي 52، فسحبت ورقه من تيه بالرقم 52 فربحت انا وياك 7 ضرب 7. My book is XI5 on math. Since I was graduated from Khaldiya General School in Mecca, my age was 12 years. I am convinced that the math and the science and the reading and also the technology at that time all based on wrong science, because they are the textbooks are using number one should not be in the numbers, and then the energy will be saved 60 to 80% from all technology, all machines, all appliances, all cars, and already my research and doing the machine language already finish and ready to launch, and it doesn't require reinvention of the wheel. It is machine language. All the apps, which is hundreds of thousands of apps coming and going, it is projects failures, because depends on number one programming, and depend on number two there is no number one, and there is no add numbers. This will save a lot of energy for refrigeration, for air conditioning, for cars, even no need of electricity. Everything will run on direct current, which is long, short frequency. The electricity is 60,000 hertz, because of using number one and using rotation. The fans are not any longer needed for cooling. The pumps are not longer needed with this new discovery of not using number one in the computation
and in programming. It is simply the interpolation of any decimal will go to number 2 or binary numbers. Binary numbers, it is X binary number. So it can be used with the XI5 I will continue with my story of discovery of the 3Ts, also technology transfer travel. This is like 50 years overthinking. Education is wrong. No education should be there for billions of students and hundred thousands or hundred millions or 10 millions of teachers. They are teaching wrong, except for the art. All the 4 subjects are wrong, depending on number 1. Number 1 cause bottleneck. This bottleneck in the internet, in the cloud, in the servers, are because of using number 1. I hope I explained the start of for the kickstart of my project. I don't wanna claim that it need fund, that all the countries, all the world cannot fund it. No. All the technology can be converted easily. All the apps will be machine language, hardware. The existing control on the machines can be having the XI5 board to reduce the energy. The energy of factories and houses for human living lab, air conditioning, does it need rotation? It will rotate like the wind. The wind and the rain from sky doesn't need except delta T, the flow of water. The flow of fuel doesn't need pumping or compressor or fans. The cooling doesn't need fans to cool the computer. No need fan. It is only chilled beams and the induction flow, and this is all been proving. The LIFA technology, the energy of fresh air, the energy of water, the potential energy of water is the highest potential energy. Using the magnetic to produce electricity, it's not the right way. Using the magnetic potential energy, it is costing energy, but using the flow of air without fans,
and the flow of water